حوالي شهرين. اليوم وهذا هو هدفنا وهذا هو الشيء اللي الاشتراكية سادة الحضور. عضوة في العمارة الوطنية للمجاهدين. خاص لذاتمتا. لتقديم فيديوهات من لأول مرة في تاريخ الحركات التحررية لأول مرة. سي لا بروميير فوا اللي شعب ثورة كفاح مسلح ينقلوه رجال إلى أرض العدو. إلى أرض العدو قال نحاربوه في أرضنا هذا ضروري، لكن باش نحاربوه في أرضه كان من الصعب. في الصيف 58 صدر تصريح من فرحات عباس بس من لجنة التنسيق والتنفيذ يقول رايحين ننقلوا الحرب إلى فرنسا. إذا كان دوغول يمشي على الطريق من سبقوه لجيمولي والخرين كذا، احنا جبهة التحرير رايحة تنقل. ثلاثة أيام يعاود يصرح يقول نحن بصدد نقل الحرب. نوزا لون ترانسبورتي لا غير إلى فرنسا. نعرف باللي القيادة نتاعنا كانت تقرأ وكانت تدرس وكانوا ناس سياسيين ناس وطنيين عملوا كونوا ناس باش يروحوا يديروا ثورة في فرنسا في عقر دارها. هذا الناس هذوما أولا احنا في الجبال خفوا علينا، خلت ولت فرنسا مستغلة بالجزائر وبالبلاد تاعها كذلك.